واتساب 06/31/01/35/73. هذا 35 ابو راس، ما فهمتيش التورات. لا بعثنا بعثنا جبت ان كومنتار واتساب واتساب وعرفتي الانستغرام وتغيات يدخلوا تبارك الله. اه صافي ناضي انا كيبانكلي نمرة التليفون سمحوا لي انستغرام هنا يبانكلي نمرة التليفون. صفر ستة واحد وثلاثين صفر واحد 35/73. الله يبارك فيك شتي سي محمد كيف بقيتي الله يحفظك لله يخطيك. شكرا على لجيم شكرا على القليبات اهلا لالا ليلى لالا سموز مرحبا والف الف مرحبا. دونك على بركه الله غادي نبداو هذا اللايف في انتظار ان يلتحقوا بنا باقي الاخوات الكريمات. لا البارطاج بالاول اللي دخلت ما تبخلش علينا الله يعطيكم الخير بلا جيم لا جيم ثم لا جيم ثم لا جيم. يوتيوب اون ديريكت 1984 وصير اون ديريكت. عشاق داب عموما وعشاق رويال دي بيجو خصوصا انتم على لايف شاخد ناضي شي حاجه ديال الويكاند وشي حاجه ديال الحد وشي حاجه ديال العويشرات شي حاجه في الذهوبات رائعه جدا وشي حاجه في الروزه وشي حاجه الحضور وخليني منهنيني والفوقاني. مرحبا والف مرحبا اللي دخلت ما تبخلش علينا بالقليبات الله يعطيكم الخير وما تبخلوش عندنا بلا جيم وكم باش نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم له لايف على بركه الله. قلت لك كاملين مع البرد واختي سوم قدر الله وما شاء فعل ربي كيتصرف في الملك ديالو كاين شويه ديال البريد والحمد لله عليه ربيع الوقت يطرع ويني الحمد لله جات شويه ديال الامطار اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم تنقد هذا الموسم ان شاء الله الرحمن الرحيم ويخرج شويه ديال الربيع ويمشي المرض ونشوفوا شويه ديال الفراشات تاعنا في الربيع فصل الربيع توحشنا الفراشات. حقيبة كنز الأثرية وصراحة ذكرتنا بها الأخت العزيزة ديك المرة وقلنا علاش لا تبقى تكون معنا في اللايف ديالنا وباش نتميزو حتى حنا باللايف ديالنا وشي حاجة الفكرة اللي استملحتوها بزاف بزاف. دونك الضو مزيان ياك كاين اليوم ما يتشاف كاين موديلات الدروزات واعرين مرحبا والف الف مرحبا. شوفوا على موديل تبارك الله به شي حاجه تبارك الله تموليك عشاق الاثار وعشاق الروزه وعشاق المليح. شوفوا على كولي تبارك الله مع الحلقات ديالو شي حاجه اموري اموري وشي حاجه فوقانيه وشي حاجه ديال مول هادشي وشي حاجه تبارك الله خليني منهنيني الحلقات عندي ديما معهم مشكل. كون العيالات درتو بنقص من الحلقات كاع في حياتكم كاع بنقص. شي واحد باغي هو ما يبيعش حشا حشا حل انوثة راه هما الحلقات هادشي باش انا كولي رائع جدا شوفوا التموليك شوفوا الحطة شوفوا الجمال شي حاجة تبارك الله امورية وحرة وشي حاجة تبارك الله الفري وشي حاجة تبارك الله في التموليك كولي غزال اللهم بارك حقيبة الكنز الحمد لله ورحمته. شحال خويا وصل لويز العشرة بالتوفيق ان شاء الله الله يبارك فيك السلام عليكم. وعليكم السلام ما شاء الله شي غزال الله يحفظك اختي سميرة الله يكبر بك. لويز العشرة داير 3500 درهم مرحبا والف الف مرحبا. كولي غزال مع الحلقات ديالو شي حاجة تموليك وشي حاجة الفن الفن ما نتذكروش. هي اللي بغاتو دير له سكرين ما عرفتش اختي سعاد اش درت نبيلة بقى نزل ايوا المهم غير ندوزو بعدا وجه الله الخير. كولي غزال شي حاجة تبارك الله اموريا اموريا وشي حاجة الفوقاني وشي حاجة ديزاين ديال الضرفيع شي حاجة مخدومة قديمة وشي حاجة تبارك الله
حرة وشهر 56300 درهم، 5630 ديال الأورو، في 40 ديال السنتيم حتى لحد هنا. عاد هاد الارتيكل هاد 5,126,000 ريال، شي حاجة تبارك الله غزالة بالأخضر، كل شي فن فيه، أونسومبل ملكي، أونسومبل حضاري ولا أروع. كنت بغيت ندوز لكم حتى واحد الشوكة تبارك الله كلها حرة، شي حاجة فنة، ماشي شوكة، خميسة غزالة. مي دوزناهم البارح في ستوريات، هادو تقريبا راه تباعو. مرحبا والف مرحبا بصحة مولاتهم، الله يسخر لك اختي العزيزة في هاد الخميسة الرائعة جدا. البليليطات وشي حاجة تبارك الله في التموليك، وشي حاجة أنيقة جدا جدا، وشي حاجة تبارك الله الأصالة والمعاصرة. وخليني منهنيني بوندونتيف تبارك الله، ماشي شي حاجة اللي مخدومة دغيا دغيا، شي حاجة مخدومة بالنقش البلدي ديال زمان وبالحجرات ديال زمان، وشي حاجة تبارك الله بالصحة والراحة ولا أروع، وما وكبيرة طويلة. الله يكمل عليك بالصحة والسلامة وطولة العمر، الله يدخلها عليك بالصحة والسلامة طولة العمر. مرحبا اون ديغاكت اليا 4 مينوت، شوف هذا واش كاين معنا الناس ولا لا. مازال ما درتش حاجة، وني اون ديغاكت تخي بيان. وعليكم السلام تبارك الرحمن. لالا بشرى الله يبارك فيك، الله يحفظكم ويكبر بكم ويدير بحسابكم. عندي الحلقات ديال التفاح حتى هما حرين اللي مازال ما خداتهمش، شي حاجه تبارك الله 4500 ديغال، 4500 درهم، 450 ديال، خليهم لكم هي ب 4000 درهم. تفاح المرجل الحر وشي حاجه لي كريول 4000 درهم، 400 ديال الاورو، 80000 ريال غلاط. شي حاجة تبارك الله التقاليد المغربية والشهوة، وشي حاجة تبارك الله التموليك. ها هما اللي بغاتهم تواصل معنا بلا في الخاص 0631 0135 73. كاين عندي اللويز ديال الفان اللي مازال ما خداتش اللويز ديال الفان، راه العرض ما بقى والو، يتسال ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال العواشر. شي حاجة ديال خمسة ديال اللويزات ديال الفروج ديال الفان غادي يبقاو ب 4700 درهم الوحدة. هاهم وكاين ديال الراس ديال 4700، السنه ديال 1855، شي حاجه تبارك الله قديمه وشي حاجه حره. هادي 4700، وهادو اللي خداهم بخمسه غياخذهم ب 4500 درهم. اللي بغات تخبع فليساتها وخلي خليني منهنيني، هما هادو خمسه ديال الحبات اللي كاينين. مرحبا والف مرحبا، كاين ما يتشاف اختي العزيزه. مرحبا عليكم السلام ورحمه الله، الله يكبر بك. عشاق الزرارة، شوكر ديال الزريعة بيرسونيل موم، قليل فين كنلقى شوكر ديال الزريعة. شي حاجة في القديم وشي حاجة تبارك الله، شوفوا على فيرموار ديال الزريعة، أموري أموري الحبة ديال الزريعة الرائعة جدا. هاهي سلسلة الزريعة غنية عن التعريف، وشي حاجة تبارك الله اللي قديمة. وهادي شوكر كتجي سيغ ميزيغ سيغ لو كول، 34 سنتيم عبري لوكو ديال، تلقي فيه 34 ديال السنتيم. سيرتو الناس اللي خداو كيديروهم، الناس اللي خداو السنسل ديال الزريعه طوال، وكتجي هذه كدير واحد لو غابيل، ديك لاشين الزريعه الطويله كديرها سيغ لوكو، كتجي رائعه جدا في اللبسه ديالها. كتجي وحده سيغ لوكو، كتجي شوكر، وحده كتجي طويله. مرحبا والف مرحبا. ولا بغيتي تبرعيها كاع ديري لها واحد اللويزه هنايا ديال الديس ولا ديال الفان، وتجي شوكر وتجيب اللويزه، غادي تجي فيها واحد اللبسه رائعه، وغتجي القدوميه سلسله الزريعه قديمه، وهذه ديال الراس اللويزه ديال الراس في 1855. دونك غديري ارتيكل ديال الهبال في 2024 وانت لابسه تاريخ. غيجي شوكر واعر، بدل في الروج ولا تا ديال الراس، كلهم زوينين. هي ديال الراس 1855 سنه، هذه 1914. هيجي شوكر غزال بسلسلة ديال الزريعة ولا أروع، 34 ديال السنتيم في الطول ديال سلسلة الزريعة. صراحة أنا تخيلت الموديل وعرفتو كيفاش غادي يجي، داكشي علاش قلت لكم موديل غيجي غزال، موديل غيجي غزال. واخ ما صافي سيغ ما طلعليش اجي داك بوراس فين مشيتي. كاينه حقيبه الكوزه اختي العزيزه مرحبا.
تكتبش عليا الكومونتير. اهلا لقيتو، صافي سي بلوكي، مرحبا والف مرحبا، صافي الوسخره مشى، يلا اللهم يسير. مرحبا والف مرحبا، عندي واحد لونسومبل ديال لويزا ديال الراس فنا خدمه ديال الحجوجي، شي حاجه تبارك الله تموليك وشي حاجه خليني منهنيني، مرحبا والف الف مرحبا. لا هذاك الكومنتير راه كان قبيله. سلسله الزريعه كاع ما قلت انا. اختي سلسله الزريعه مرحبا، عاد دخلتي لويزا ديال الفا 4700 درهم الوحده، واللي خدات خمسه غتستافد من العرض ديال 4500 درهم. مرحبا. السلسله ديال الزريعه اختي العزيزه كما قلت لكم 34 ديال السنتيم في الطول ديالها و 8450 درهم كدير، 8450 درهم 845 ديال الاورو، 169 الف ريال كدير. مرحبا، هادي راه الحبه اللي صحيحه. مرحبا. كلشي انا نقول لك اختي كلشي. مرحبا، عندي لونسومبل ديال لويزا ديال الراس موديل حجوجي، شي حاجه تبارك الله انيقه، هذا راه فيه بروموسيون غزال، هذا فن رائع. الله يحفظك، والله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك اختي العزيزه على الكومونتير. بالنسبه لو سوطوا غزال جدا ديال لويزا بسلسله ديال المستطيل، الخميسه بالزياده والنقصان، القرميطه ديال اليد والحلقات والاخضر الملكي. بالنسبه لهذا كيبقى بالثمن ديال 21800 درهم، 2118 ديال الاورو، 2,036,000 ريال كامل الحلقات والخاتم والقرميط. وبالنسبه للغرام ديالو فيه تقريبا ماشي تقريبا الجرامات 35 غرام فاصلة 18 هاك. الكورميط راه هذا كيتسد فين ما بغيتي ديال اليد، الكورميط سوتوار ديال العنق تبارك الله كيجي ما طويل ما قصير فن، هاد سوتوار غزال وكورميط غزال. مرحبا. شي حاجة رائعة جدا. مرحبا، اللي بغاتها تواصل مع نبيلة في الخاص 0631-01-35-73. الثمن ديالو قلنا هو 21800 درهم، 2118 ديال الأورو، 2,036,000 ريال. كاين ما يدار، غنعطيكم الشوكات، الناس ديال الشوكات شوفوا تبارك الله الشوكات شنو جا فيهم، هادي تبعت البارح دونك الشوكات، الناس اللي وصونا على الشوكات البلديين، شي حاجه في الاموري اموري وشي حاجه في الفوقاني، خليني منهنيني هالفوقاني اللي قالت ما كاين ما يدار. ها ما يدار، اجي انت باش تشدي مع خوتك، باش اللي بغا دير شي سكرين رائع جد. صافي، هادي تشكيلة رائعة جدا ديال الشوكات ملكية، شي حاجة تبارك الله بالأخضر الملكي، وشي حاجة تبارك الله القدومية، وشي حاجة تفونين وتخليني منهنيني. كاين ما يدار، الشوكات سبحان الله العظيم عندهم العشاق ديالهم، وعندهم النخوة ديالهم ولا كلاس ديالهم، وعندهم تبارك الله فيهم شوفة بوحدة. الشوكات تتبقى من شي حويجات اللي كينمو على تبارك الله على الصانع التقليدي وعلى الحرفة وعلى الخدمة الزينة. بالنسبة لهذه راه خداتها مولاتها بصحتها وراحتها الله يكمل عليها بالخير، 20200. كاينة هادي خديمة فيها فنة وخديمة قديمة، 21100 درهم، هادي 2110 ديال الأورو، 2,022,000 ريال. وكاينة هادي 19150 درهم، 19150 درهم، هادي
خديت الدار الملكي بلا بلا لي طات والخديمه النقيه وشي حاجه تبارك الله تموليك. اللي مازال ما دارت الشوكه ولا كانت وصلت نبيله على الشوكه مرحبا مرحبا. ومن الرجال ان شاء الله الرحمن الرحيم هادو اللي جاوني دابا لا جات شي حاجه نبارطاجيها لختي العزيزه مرحبا. نهرسو شي شويه تبارك الله بالصلاه على النبي بالسوره 3 ديال السبعه التاريخ القديم اللي عندي حبيبه 1907 1908 وكاينه واحد مرحبا خليهم كاينه واحد السرتله تبارك الله ديال المفتول تموليك هادي كنا بارطاجينا اللايف الفايت لشي وحده لا الله يعطيك الخير فمي ما نقدرش نهضر وانا بارطاجينا وحده لواحد الاخت عزيزه الله يكمل عليها بالخير دونك هي عادت اليكم من جديد اللي دوزت انا في اللايف اللي قبل من هذا ولا اللايف اللي من اللي قبل اللي قبل دونك هادي تبارك الله فيها الكراماج طالع فيها اللي كتقلب على الكراماج طالع والزينه والخزينه 86 غرام فاصلة 32 36 86 غرام فاصلة 32 هادي القطر ديالها 6 سنتيم كتجي مفتوله صحيحه كتجي بالشده 86 غرام ديال سميتو كتجي خيرك مجموع عندك 50000 درهم 5 ديال المليون باش كتبقى هادي 7 ديال الخويطات اللي بغات 5 مرحبا اللي بغات 7 مرحبا حتى 3 مرحبا مي جوج ولا واحد ما غادي تخسر السرتله نتمنوا من الله يكون عندي خويط ولا جوج بوحدهم ونبارطاجي معكم مرحبا جيت مع الطلال لالا فاطمه معك وقتاش مشى الخير ينفع اختي العزيزه مرحبا مرحبا بك هاي اللي بغاتها تخزن فيها فلوسها سترتلا قاصحه الفينيسيون طوب فينيسيون دوز يديك من الداخل كيما تبغي ما كاينش لان فريمون الخدمه فيها القديم شوفوا اللويه تبارك الله لا بريونز ديال الدب وفيها الشوفه غزاله اللي مازال ما درتش مع هذا الموديل هذا ديال السبعه راه مخير كاينين عندي 5 ديال الخويطات في الدق ديال ليبرا هما تيجيبوا الشوفه بحال السبعه الدق ديال ليبرا غني هذه كدير 5 مليون نمره ديالها 6 سنتيم وكاينه تبارك الله الدق ديال ليبرا معمره 5 ديال الخويطات فنين الدق ديال ليبرا غنيه عن التعريف تبارك الله وفيها الشوفه وفيها الحطه ولقات واحد النجاح كبير فيها 58 غرام فاصله 48 فيها القطر ديالها 6.3 وكتبقى ب 33900 درهم 33900 درهم اللي هي 3390 ديال الاورو اللي هي 3 المليون و 78000 ريال بخمسة الخويطات كاملين القطر ديالهم 6.3 اختي العزيزه ما شاء الله شي حاجه تبارك الله الزينه والخزينه وشي حاجه فولي فو فريمون اريتي لا ديفيزيون اون ديريكت انيل السباعيات فنا وكاينه معشوقه الجماهير ولا الغنيه عن التعريف المبروم والسامبل هادي الديب ديالها احمر هادي احمر دك دليبرا صفيفرة كتمشى في الصفيفر هاهوما اخر ما كاين في السريتلات كاين هاد المبرومة هادي ما نقولكمش على الخدمة ديال هاد المبرومة والصح ديالها المبرومة ماشي انا اللي غادي نشكرها هادي القطر ديالها 6.7 ديال السنتيم كتبقى ب 32650 درهم 3000 اللي هي 3000 و 265 ديال الاورو القطر ديالها 6.7 فنا برك مع راساتك ما تخافيش المبروم لا يعلى عليه القطر ديالو القطر ديالها 6.7 ها هي اللي بغات دير لها السكرين مرحبا والف مرحبا كيجيو فيها المبروم والسامبل سباعيات ولا اروع ما تندميش خيرك حتى تديه لابساه وخيرك باين عليك وشي حاجه تبارك الله فلوسك لابساهم كيبقى الذهب هو احسن حاجه تقدري تحوليه الفلوس عند الذهبي عندي واحد جوج ديال اللي بغاص لي كلو سامبل غنقترح عليكم هاد دويتو ماشي تريو دويتو رائع جدا القطر ديالهم هادو 5.9 سامبل كيجيو مع بعضياتهم موت السامبل كيزين الكلو والكلو كيزين السامبل براسلي فن 15 غرام فاصله 54 فيهم بجوج القطر ديالهم 5.9 كيبقاو ب 9650 درهم كيحمقوا هادو 5950 الصراحه شي حاجه اللي ما تحيديش من يدك وفنين 9650 درهم بجوج 193000 ريال كارتي فن والكلو ديالو القطر ديالهم 6.9
عبد المولى عبدو، حطنا نمرتك ديال توم كروز يا اختي 6 سنتيم، القطر ديالها 6 سنتيم. براد بيت انت غير تحط النمرة هادي يدخلوا الناس. هاد وجوه الصرع اليوم ما عرفتش، ما تنبغيش نهضر شي شويه. سيرو سيرو تكمشوا شي شويه وحشموا على عرضكم وسيرو قضيو غرض، سيرو عريو على كتافكم، راه بركه هادشي، راه مراكش عمرات بكم، الله يدير الخير. 5.9 براسلي ديال الكلوفن وشي حاجه ولا اروع. السلسلة ديال الزريعة عندي وحدة اختي شوكر ماشي سلسلة، فيها 34 ديال السنتيم، فيها 34 ديال السنتيم شوكر كتجي سيغ ميزيغ. هاي اختي مرحبا اختي سلمى، كتبقى بثمن ديال 8450 درهم، راه دوزتها في الاول ديال اللايف. ونعطيكم عاوتاني لواحد لونسومبل غزال جدا، شي حاجه تبارك الله ما فيها لا حجر لا والو، وشي حاجه تبارك الله كيجي له كولي بلا غورميت ديالو، الكولي رائع جدا ولا غورميت ديالو قلت له شي ما شفتو فنين. 19000 درهم عشاق هذا الموديل، هذا موديل ديال الاي بي، الموديل ديال السبوله بليتو. أنا بالنسبة لوكولي كيجي ديك غادي، كتجي فيهم الفورمة مزيانة وكيجيو غزالين، لو بالمي في أبهى الحلال، شي حاجة تبارك الله روعة روعة. لوكولي 19000 درهم بيهم بجوج، نعطيكم الطول ديال كل واحد فيهم مكاين تا مشكل. بالنسبة للطول ديال لوكولي ديالو كيجيو فيهم الطول، كيجيو لباسين شويه وكيجيو تبارك الله الرحمن الرحيم ما تحيدش من عنقك، وكتبدل داك الطراز الكلاسيكي ديال غادكو. عاوتاني كاين ما يدار 40 ديال السنتيم، عاد زيد هاد السبعه كيجي فيه 47 ديال السنتيم، 47 ديال السنتيم اللي كيجي في لوكولي، والكورميط راه فيها 20 سنتيم. كولي رائع، بالمي سامبل صراحة، السامبل كيدوز مدة طويلة وما كيطلع شي في الراس، والموديل راه غني عن التعريف. عندكم هاد الكورميط اقتراح ما بين لو كولي والكورميط ديال السبولة، وكاين الرويال تاهي عندي فيها كولي مع كورميطة، عندي حتى الرويال، الرويال تاهي غنية عن التعريف وتبارك الله دايرة السكسي هاد العام، هذا الرويال تا الرويال بحلاوتها. اللي بغات لونسومبل ديال البالمي ها هو موجود، واللي بغات الرويال انا نعطيكم الرويال، كيجي فيه لوكولي تقريبا ما كيجيش ديغرادي بزاف، كيجي تبارك الله باين، والكورميطه ديالو ولا اروع. فوالا هذا لوكولي التحتاني، وهذا الوسطاني الفوقاني هو بالنسبه لهادو، فيهم 37 غرام فاصله 0.4، كيبقاو بالثمن بجوج بهم 22900 درهم، 22900، 2290 ديال الاورو، 2,058,000 ريال ولا اروع. وانت تبارك الله كما قالت نبيله لواحد السيده، قالت لها السامسونيت ديال اللي بيجو اللي عندك في الدار اللي تزادت فيه فضل، واخا تزيديها خيط، يعني بهذا المصطلح يعني ما تتندموش على الدب، الدب ما عمرك تندم عليه. وهي اختي فاطمه مرحبا، ورا نهار الحد لي اش غادير. غنعطيكم السلاسل ديال الحضور اللي عندي اليوم، عندي واحد السلسله ديال الحضور همويه وثقيله تبارك الله، هو خافاش ولا اروع، بوندونتيف ملكي اللويين الدم غزال ولا اروع، والنقش ديال البوندونتيف رائع جدا، ومضوبله البوندونتيف من اللور كلها ذوبات صحيحه متينه، وشي حاجه تموليك شي حاجه الخدمه فنه، والكرافاش ما نتذكروش، كرافاش غنيه عن التعريف، الحبه القديمه وشي حاجه في الروائع، وشي حاجه مي سلسله تبارك الله طويله، كتبقى ب 30700 درهم كامله، 30700 درهم ثقيله، 3,014,000 ريال، كتجيب الطول ديال
40 سنتيم على 16 دونك 56 سنتيم غير في لاشين. واخا اختي سالم راه كنجيبهم مرحبا. سلسلة فنا توي ديال الحضور ما منتكروش. ندوزو شوية نهرسو بالويت، كاين عندي واحد الويت غزالة جدا اللي كتمشي غلد واحد، مرحبا وألف مرحبا. أنا لابريونس منتكروش الحبة على ختها، الويت رائعة جدا تقشيق تبارك الله. عرفتي هنا شحال تنهضرو من غرام، اللي بغات تاخد الغرامات طالعين في الويت 84 غرام فاصلة 46. هادي راه كانت تباعت غير المكتب، الحبة العامرة الحبة الثقيلة اللي بغاتها بغات دير شي وحدة. ما كاينين دوك الدك غادي، مي هادي كتمشي حبة وحدة وكتمشي غلد واحد وكتمشي بالذهب الصفا ما نذكروش وتموليك 84 غرام يكلك، طول 45 سنتيم والثمن 52300 درهم، 5230 ديال الاورو، 2,146,000 ريال. كاينين قرميطات ديال اليد فنين ديال الويت سامبل، هادي كتبقى ب 7650 درهم، 765 ديال الاورو. هاد القرميطة هادي 7650 درهم، 153,000 ريال، والطول ديالها 20 ديال السنتيم. وكاينه الحبة ديال الويت اللي مفتحة، مفتحة يعني مبسطة ماشي من برا. هادي ب 6400 درهم، 640 ديال الاورو، 128,000 ريال، والطول ديالها 19.5 سنتيم. هاد دوبات صراحة الويت ما عمرها ما عمرها. وكاين عاوتاني الهرميس، عشاق الهرميس، كاين ما يدار في الهرميس. شوفو تا الهرميس كاين ما يدار فيها، ها الهرميس كاين اونسومبل كورميط تا الهرميس تبارك الله بشهوتو وحلاوتو. هادي كورميطة ديال اليد ديالو ديال هاد لوكولي. انا اللي لا اعتقد دير السكرين هو لا اروع. خليك معايا، بغيت ندير غير السكرين. هانا الروائع تبارك الله الدوبات كلهم. كاين عندي هاد الهرميس هذا انا نشد لكم في يدي، عنده الكورميطة ديال اليد ديالو مع لو كولي غزال. هادو يلاه خديتهم اللي كانت مكتبة لها شي حاجة، مرحبا والف مرحبا. بالنسبة لهادو كاينه الكورميط كيما قلت لكم مع الكولي، فيهم بجوج 42 غرام ديال الغرامات، 25200 2520 ديال الاورو، 2,104,000 ريال بجوج بهم. بالنسبة للطول ديال الكورميط تقريبا راه لباس، وحتى لو كولي راه فايت 46 لذاك الجهة 45 سنتيم. وهادو عرفتي فاش كيعمرو باللويز راه كيجيو هما وشان صافي ولا عليك. وكاين لو كولي بوحدو اللي بغات كولي ديال اللويز تا هو ثقيل تبارك الله، هذا فيه شي 28 غرام يمكن، 28 غرام فاصلة 8، فيه الطول ديالو 46 سنتيم فاصلة 5، كيبقى ب 17250 درهم، 17250 درهم، 1725 ديال الاورو، 1,145,000 ريال، وكيجي فيه التعمار ديال اللويز رائع. الخيط ديال الريح كاين اختي واحد الكولي كيتلبس على دو فاس، كيتلبس خيط الريح وكيتلبس كولي غزال، انا نوريه لك دابا نيت اختي العزيزة مرحبا. هو هذا كيجي خيط الريح وكيجي كولي، كيجي هذا في الجبهة في الفخونيش. انا هذا مرحبا الثمن ديالو خليك معايا، هو الثمن راه بارطاجيتو نبيله هاد الصباح. هذا بالنسبة لهذا فيه 24 غرام فاصلة 8، فيه 50 سنتيم في الطول ديالو، كيبقى ب 15350 درهم، 1535 ديال الاورو، 1,107,000 ريال. ها هو خديمة فنة وخديمة مبهجة، خديمة دروزة وكيمشي خيط واحد. إلا بغيتيه ديري ليها اختي السكرين مرحبا والف مرحبا. حلقات ديال الرويال مدكوكة، نشوف لك مرحبا. كاين عندي استغفر الله العظيم، كاين عندي واحد لونسومبل ديال الروزة حرة فن، لونسومبل قديم تا هو غزال،
بالبلوطه ديالو والروزا وخديمه فنه، فيه لو كوليي اللي ما كتلبسش الحلقات، هضره بلا حلقات، ولا باك وبراسلي. الذهب ديالو كتجي اون 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 ذهيبه غوز اون لو غوز، وكيجي موديل ديالو تبارك الله مشوف هنا، واعر. الله يحفظك لالا احلام. بالنسبه لهذا كيبقى بالثمن كامل في 64 غرام فاصله 04، كيبقى ب 44850 درهم، 4485 ديال الاورو، 4 المليون و95 الف ريال و97 الف ريال بليتو. كل روزه حره، فيها شي حاجه تبارك الله غزال. ايمان ايمان والله ما بقى لي اختي، صرت لها دك البرا راه دوسه، صرت لها دك البرا اختي. ها هي فيها 6 فاصله 3 في القطر ديالها، كتبقى ب 33500 درهم، 33000 اسمع لي، 33900 درهم، 33900. ها هي اختي القطر ديالها 6.3، 5 ديال الخويطات فنين. هو اللي بغاتو دير له السكرين راه فن هذا، وتيجي فيه الطول اللي تبغي، تيجي لباس وكيجي تبارك الله اموري اموري. بصحة الاخوات اللي خداو لي كوليي ديال الروزا، بصحتكم كاملين، الله يدخلهم عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر. نعطيكم شي حاجه عاوتاني في الدق ديال في عندي بلاتي، كاين هذا، كاينه واحد لاشين غزاله ديال السبوله، هذه طويله اللي بغات دير لها شي بوندونتيف، راه لي بوندونتيف عندنا، ولا اللي عندها، ولا اللي كانوا وصونا على سبوله طويله كتجي فيها ديال الحضور، كتجي فيها الشوفه واقفه، وكتجي رائعه وكتجي همه وشباب. 12000 درهم كدير مليون و40 الف ريال، مليون و40 سلسله ديال الحضور، تهز لك بوندونتيف واخا يكون فيه كيلو، مليون و40 الف ريال ديري هاد الحضور ترحميني. هادشي كله دوزتو. نعطيكم المضمه، الله يرحم لكم الوالدين اللي مازال ما خداتش المضمه، سمعتنا اون جامي، تبارك الله المضمه هادي بوحدها اللي بقات، وحتى هادي ما كانتش غتبقى لان السيده ما عندهاش الوقت باش نزيدوها البيوت، دونك الطول ديالها هو علاش ما بقاتش، مي فيها ميرات حماقوا عليها الناس. 18 المليون و12 الف ريال، هاهي مضمه ديال بابيون تبارك الله، الصفه ما نتذكروش، مضمه محزمه بالذهب وشي حاجه تبارك الله تموليك في ابهى الحلال بالنقص. الصفه من اللور ومن القدام كما قلت لكم، اللي كتلبس في الطول ديالها قلنا 80، بشحال الطول ديالها؟ 80 سنتيم ما وصلاش. تيكي تاك انت، انا نعطيكم الطول ديالها. بالنسبة للطول ديالها هي إلا بقى عقلي ينفعني، 84 ديال السنتيم، وي فيها 84 ديال السنتيم، مضمة ديال الذهب اللي كان من نصيبها. مرحبا والف مرحبا. 18 مليون و600 غرامات، فيها 301 غرام، علي نص كيلو ديال الذهب. والدخلة كيما قالو الزواقة فيها البابيونة، المراية ديالها شوفوا الصفة ديال المراية، والنقش غدا كلها نقش، مضمه رائعه جدا، مضمه كتحمق، درتي ذهبك بركه عليك ديري المضمه. وكاينه واحد النباله تبارك الله اللي كتعشق دير شي حاجه ازليه وشي حاجه قديمه بزاف وشي حاجه ما شاء الله خدمه قديمه، في واحد النباله ديال فضيله، موديل رائع جدا وموديل قديم بزاف، ثقيله لان فيها تقلي 72 غرام، باش تعرفوا النبالات القدام كلهم كتلقاهم من 60 غرام للفوق. الساروت ديالها على الطراز القديم جدا، فوالا هذا هو الساروت ديالها، كتسد بحال الفقارن ديال المضام، مشد هذا المشد هذا ما كيخرجش، ديري له حتى واحد البوس باش يبقى واحد الفران باش ما يخرجش كاع، بسم الله فوالا. وكتجي مضمه والزواقه فيها من الداخل راه ما يمكنش،
زواقة تبارك الله فنة. 50,400 درهم، 5,000,000 ريال، شي حاجة تبارك الله ديال التاريخ، شي حاجة اللي قلت لكم التاريخ التاريخ. كاينة واحد السلسلة ديال الحجوجي بالقلوي الذهيبة اون غوز، القلوي اون غوز فنة، كتبقى ب 14,500 درهم، 1,450 ديال الأورو، 1,090,000 ريال، فيها 23.33 غرام. كيجي البوندونتيف ديال القلوي انتيغري مدوبل من اللور، وكتجي فيه السلسلة ديال ديالو حمراء فنة. راه فيها الطول كيجي بحال دومي سوطواغ، مبرع البراسلي د الروزا بوحدو. كاين اختي مع خاتمو، انا غندوزو لك دابا. كاين مع خاتمو براسلي ديال الروزا مع خاتمو، شوفوا على خدمه فيه، 13,750 درهم بجوج بهم، 13,700. وما اختي بلاتي الا بغيت تحلي هذا مع مزير شويه، ربي ما شوفيني باش تفكيت البراس افتحي الطفران. انا غادي غير حيت حيت الطفران. بسم الله اسمح لي. فرانا النت صافي. براسلي تبارك الله ديال روزا بالخاتم ديالو، هاهما بجوج اختي ب 13,750 درهم، 1,375 ديال الاورو، كلشي غزال ما شاء الله. الله يحفظك ام البنين، الله يكبر بك. 2,075,000 ريال. بالنسبة للقطر ديالو، نعطيك القطر ديالو، القطر هنا كنهضرو على القطر ديال 5.8، وجوج سنتيم في لاباك، ولا 1.9، 1.9، كلشي يلبس. الخاتم ما عندناش فيه مشكل، هاهوما ديري لهم اختي السكرين خاتم، ولا اروع خديمة في الناس ماوية. مرحبا خديمة دروزة المومو. ام صفاء كاع هادشي اللي كتشوف فيه ميزات، كاين شي ميزات له ميزات، هما نتوما ها ميزات، ها ها اللويز، ها انا اختي العزيزة ديري اللويز، ديري 4,500 درهم اللويزة. ها فين بغيتيك عرفتكم صحابة تخبع الفلوس، ها هما 100 مليون هنايا ناعسة، وديريها وحطيها تحتك وفلي جات تقول لها بح ما عنديش سلفيني، ها ويلي انا سلفيني. انا عطيكم واحد البراسلي فيه 13.10 غرام مضروبه في 580، غيبقى لكم ب 7,600 درهم، 760 ديال الاورو كارتي، فيه بحال فيه ثلاثة د البراسليات ومزادين، هذا اون نوغ غوز، اون نوغ بلون، اون نوغ جون، سامبل صبن وعاود، ما تحيدش من يدك. القطر ديالو 6.3، سبعة آلاف وستمية درهم، 760 ديال الأورو. كاين واحد الكلو تا هو ما شاء الله، الكلو باللوينات، فيه لوينات فنين، فيه 14.51 غرام. ديجا بامال، هذا 8,400 درهم، 840 ديال الأورو، 168,000 ريال. كاين عندي الكلاش تا هو 8,850 درهم، 885 ديال الأورو، 8,850، 177,000 ريال. الكلاش ديكرادي العريض، كيجي غي زينك، وكيجي القطر ديالو اللي كتلبس 6 ديال السنتيم في القطر ديالو. بالنسبة للكلو هادو كلهم تريو يجي مع بعضياتو فن، 5.9 الكلو و الكلاش و السامبل، ولا أحلى تشكيلات فنين هادو اللي عزلتي منهم شي تريو، غادي ديري تريو ديال الهبال.
اللوينات والسامبل والكلاش والمميجات براسليات تبارك الله ديال اللبوس، وفي نفس الوقت كيعطيو له شارم. وكاين هاد الاكس هذا كيبقى ب 7800 درهم، 780 ديال الاورو، 156000 ريال. القطر ديال الاكس واحد اللي بقى اللي كان من نصيب الله يسخر ليها 5 سنتيم فاصل 4. شوفي دابا لا اله شحال درنا دابا ديال الوقت، نزيدوكم شي شويه ديال دكليبرا. دونك الناس ديال دكليبرا عندي لكم دكليبرا فنين، هاد دكليبرا غنبارطاجيهم هادو كلهم ب 550 درهم. يلا اللي مازال ما خداتش دكليبرا سي ماتنو او جامي، بقى ليا خيط خيط من كل سرتله. هذا غيبقى ب 5850 درهم، 585 ديال الاورو، 117000 ريال. القطر ديالو 6 سنتيم. وكاين 10 الغرام فاصله 66، 5850 درهم. هذا القطر ديالو 6، مع هذا راه يجيو خوت هادو. هادو راه يجيو خوت هادو. وكاين اللي كبير في الدورة 5300 درهم، 530 ديال الاورو. هذا الدورة ديالو 6.4. مرحبا. اللي بغات شي واحد من هادو تواصل معنا بلا في الخاص 06 31 01 35 73. كاين واحد مولاي تبارك الله سكوت في حضره الجمال جماله، خديمه نقيه ورائعه جدا، وبقى حتى يجي الصيف وما تلقي ما تلبسي، عاد جري عند دايبي ما تلقي لا موديل وتلقي الثمن وتلقي كل شيء طالع. شوف شو الحلقات تبارك الله شهوه منهم، الخاتم نسخه الطبق الاصل، والبراسلي شهوه منه، اونسومبل مين ما جميعو اونسومبل غزال، والدواق الدواقات وشي حاجه تبارك الله معروفه بالتقاليد المغربيه. التقليدي كيبقى تبارك الله احسن حاجه، التقليدي ولا اروع، كل يد ديال الهبال فيه. الحاجه اللي قصتيها تبارك الله كتنسيك في الاخرى، كولي ما شاء الله تبارك الله كيجيب الوريضات، كيجيو 6 ديال لي موتيف فيه، وكتجي 7 الوسط سونتر غزاله كبيره. الحلقات تبارك الله كيجيو على هذا الشكل هذا بالبليليطه ديالهم، البليليطه اللي فيه مسدوده ماشي البليليطه فيها خضره، كيجيو فيها الروزات لتحت. البراسلي تبارك الله نسخه طبق الاصل، ولا باك شهوه منه، لاباك شي حاجه غوبست وقاصحه، لا ولا البراسلي. بالنسبه للو موديل كيبقى ب 4480 اورو كامل، اللي هي 44800 درهم كامل، لو كولي والبغاصلي والحلقات ولاباك 44800، اللي هي 4,096,000 ريال كامل لونسومبل. مرحبا، ديري لو اختي سكرين. البلدي كيما قلت لكم شهوه منو، كاين واحد لونسومبل رائع، لونسومبل دار الرفيع. لونسومبل دغورميت فيه واحد القطيعات فن، فيه الخاتم والخال حلقات. انا نشد لكم في يدي والبوندونتيف، حلقات تيتسدو طراقيات بهذه الطريقه. البوندونتيف كيجي بالشكل الدائري اللي كيعطيه له شارم، مع شي سنيسلان بهجه. البراسلي صحيح، حويجه ديال الدوام، حويجه ديال تبارك الله ديال الخدمه، وفي نفس الوقت انيقه وعصريه ورويميه. اللي بغيتي موجود، بغيتي الرومي موجود، بغيتي البلدي موجود، بغيتي
اللي بغيتي اللي بغيتي اللهم بارك مع رويال ديفيزيون مش حتقدر تغمض عينك. 15500 درهم كامل، 1550 ديال الاورو، 15500 درهم كامل اللي هي 1,110,000 ريال. مرحبا. ها هو اللي بغاتو دير له السكرين، القطر ديال البراسليك كيجي فيه 5.8. تبارك الله عليكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم نعاودوا في اللايف ديال الاربع ان شاء الله شي بروموسيون عزاز وغاليين، وما تتصابيوش وما تابعونا. بالنسبه للدفع راه تيكون قبل الاستلام، تصيفطوا لنا السكرين لي زارتيكل ديالنا. اللي عنده شي سؤال دابا تسولوا، ما حديت تنشوف دابا لي كومونتير، السميه والكنيه والادريس والنمره التليفون والغوسو ديال الفيرسمون. ومرحبا كتوصلك الامور حتى للدار، مرحبا ولف مرحبا. بارك الله عليك اسي العزيز، الله يكبر بيك، هذا غير من كرمك وجودك، الله يحفظك.